السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي في التسعين اللي عودناكم من خلاله نقوم بمناقشة كل ما يتعلق بكرة القدم البحرينية. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة اليوم رحب بضيوفي في الاستديو زميل الإعلامي عبد الله بن نوفل ومحلل قناة البحرين الرياضية عبد العزيز بحاجي. أهلا مرحبا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا في البداية خلوني أستعرض معاكم سؤال حلقة اليوم اللي يقول برايك ماذا يجب أن يكون هدف مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في خليجي 23؟ هذه هو سؤال الحلقة. تقدرون تصوتون من خلال الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي لقناة البحرين الرياضية في تويتر، وأكيد راح نستعرض معاكم نتيجة التصويت خلال حلقة اليوم. إذن أسدل الستار عن الفصل الأول لمسابقة دورينا هذا الموسم، أداء متفاوت من معظم الفرق والمحرق لوحده حلق بعيدا في الصدارة. حكاية القسم الأول يقصها علينا الزميل علي رحمة. أخيرا الأهلي سجل. الله الله الله. أهداف كثيرة وصدمات كبيرة، المحرق في الصدارة والأهلي بدون هوية أصبح يتلقى الهزائم والخسارة. هذه أبرز عناوين دورينا بعد نهاية القسم الأول. الأرقام هي من تتكلم دائما. المحرق الأفضل هذا الموسم بعد أن استطاع إنهاء الدوري الأول بلا هزيمة، وكانت شباكه قد تلقت هدفا واحدا فقط. الشباب والنجمة هم من كانوا الأفضل بجانب المحرق، حيث قدم كلا الفريقين مستويات ثابتة في معظم المباريات، مما جعلهما يدخلان في صراع على اللقب. بطل العام الماضي لم يحقق البداية المتوقعة، فكانت له عدة تعثرات. حاله حال الحد الذي استغنى عن أكثر من 9 لاعبين قبل انطلاق الموسم، في حين الرفع يبدو بأنه لم يستفد من أخطائه في السابق، إذ واصل في سياسة تغييره للمدربين بعد أن كانت البداية متواضعة. وبالنسبة لباقي الفرق المنامة والرفاع الشرقي بالإضافة للوافد الجديد فريق الاتحاد، فكانت النتائج متفاوتة في كل جولة. أما الأهلي فكان لونه الأصفر هو فقط من يشير إلى تاريخ وعراقة هذا الاسم، فالأداء والنتائج كانت غير مرضية لمحبيه. وبعيدا عن كل ذلك فمستوى التحكيم هذا الموسم شكل الفارق. أخطاء بالجملة، وقد لا نبالغ إذا قلنا بأن كل مباراة لم تخلو من أخطاء تحكيمية. فهل يكون القسم الثاني أفضل حالا من سابقه؟ إذن مثل ما تابعنا هذه كانت قصة القسم الأول من دوري بنك البحرين الوطني لكرة القدم. أذكركم برقم المشاركة في البرنامج، تقدرون تتواصلون على الرقم الظاهر على الشاشة من خلال يعني إرسال اسمكم للمشاركة بالاتصالات أو لإبداء مقترحاتكم وإرسال مقاطع الفيديو اللي راح نستعرضها إن شاء الله في الحلقات الجاية. محللي قناة البحرين الرياضية قاموا باختيار تشكيلة القسم الأول من دورينا، وإحنا بدورنا قمنا باختيار اللاعبين اللي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات للمحللين. هذه التشكيلة للقسم الأول مثل ما هي ظاهرة على الشاشة للفريق أو لمحللي قناة البحرين الرياضية. في حراسة المرمى سيد محمد جعفر، وليد الحيام، وأحمد عبد الله، وزياد الدربالي، وأيضا في خط الوسط حسين جميل، في خط الدفاع. في خط الوسط جمال راشد، عبد الوهاب علي، علي مدن، وايضا ابراهيم حبيب. اما في خط الهجوم فكل من اوتشي واسماعيل عبد اللطيف. ممكن هذه كانت يعني اراء الاخوان المحللين، ومثل ما قلنا لكم يعني في بعض الاختلافات، ولكن هي اعلى الاصوات اللي شاهدناها على الشاشه. محمد في البدايه يمكن باخذ رايك بالتشكيله اللي شفناها، يعني اختلاف في الآراء بين المحللين، ولكن هي الأصوات اللي ظهرت أكثر اللي هي اللي عرضناها اليوم. تشوف أي شيء في اختيار يعني يكون صعب. صحيح. مستحيل إن يعني كل الناس توافق على اختيار معين، فبالتالي من الصعب جدا إن احنا نقول يعني الأسماء اللي طرحت كلها أسماء يعني أعتقد إن هي قدمت قسم أول جيد. نعم. والمفروض تكون موجودة، ولكن أيضا هناك لاعبين
آخرين يفترض يكونون موجودين، ولكن نفس ما قلت لك يعني طبعا من الصعب جدا أن أنا اليوم آي أسوي تشكيلة لو بتسأل، فكل من كل من لا رأي صح. يعني فصعب جدا جدا أن احنا نصل إلى يعني القرار ولا في الأخير اللي الشيء اللي يرضي الجميع صح. فصعب أكيد. جدا يعني أكيد. أبو عيسى ممكن نتكلم أكثر عن مسابقة الدوري، يعني نتكلم عن الفرق أيضا المستويات الفنية، برأيك شلون شفت المستويات الفنية قياسا يعني بأداء جميع الفرق العشرة هذا الموسم لحد القسم الأول؟ طبعا نفس ما قال في تقرير يقول الأرقام هي اللي تتكلم، يعني احنا اللي شايفينه يعني من الوهلة الأولى أو الأسبوع الأول احنا كنا توقعنا بعض الفرق يعني عطفا على مستواها في البداية ونهاية نعم. الموسم اللي فات انه يكون يعني لهم مثل ما تقول يعني صوت قوي في الدوري، بس اللي تفاجأنا منه يعني ان لا الحد ولا المنامة والمالكية يعني بدا باستحياء شوي نعم. حتى الرفاع يعني حتى الرفاع المشكلة حتى كانت من العام الماضي ترى، يعني في فترة من الفترات الرفاع تذيل الترتيب جدول نعم. الترتيب السنة هذه يعني حدث له نفس مثل نقول النكسة، يعني يمكن تدارك مجلس إدارة الرفاع بتعاقل مع كابتن عدنان، ولكن كابتن عدنان بعد مباراة محرق خسر مرة ثانية من المالشية بثلاث أهداف نعم. فيعني رجع الرفاع مثل ما تقول للحالة الأولى نعم. ممكن أتكلم أكثر عن المحترفين، شاهدنا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن معظم الأندية اليوم يعني تفكر بالاستغناء عن المحترفين في اللي شاهدناهم في القسم الأول، نقول لي متى بنشوف هالعملية تدور؟ شوف هو ما في حل أسهل من أنك تبدل المحترفين أو تبدل المدرب، هذه أسهل حل نعم. ولكن هذه عادة ما تلاقيه عند الإدارات الضعيفة أو الإدارات اللي كان قرارها في الأساس نعم. غير صائب. أنت ما تقدر اليوم، إحنا ما قد شفنا مثلا مجلس إدارة ولا رئيس جهاز يقدم استقالته على أساس أنه هو أخفق في اختيار اللاعب، كذلك لا يمكن يقول لك لا يمكن الاستغناء عن اللاعبين المحليين، فبالتالي المطرقة تطيح على رأس يا أما المدربين يا أما المحترفين نعم. هو بالفعل لو يننا شفنا المحترفين ما بنشوف فيهم مميزين، المميزين اللي هو في البداية كان إسراء وتراجع نعم. مستوى في آخر ثلاث مباريات بعد تراجع من عقب ما لعب مع منتخب سوريا، شفنا تراجع مستوى أوشي أيضا بعد بدأ بالعد التنازلي من ناحية المستوى نعم. يمكن أقول يعني محترفين نادي المحرق هم أكثر ثباتا يعني نعم. أنا برجع أسألك أبو عيسى، ولكن يعني خلنا أخذ هذا الاستفتاء اللي أجرى الشيخ خالد بن سلمان الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني للشؤون الفنية، أجرى استفتاء عبر حسابه في تويتر حول تقليص عدد المحترفين هذا الموسم، وكانت نسبة التصويت مؤيدة بشكل كبير لتقليص المحترفين لهذا الموسم. أبو عيسى نشوف يعني 75% مؤيدين أن نقلص عدد المحترفين في هذا الموسم، 75% و 510 يعني مصوتين، ففي تنوع في الأصوات أكيد. يعني برأيك هل صب تقليص عدد المحترفين في المستوى الفني في أداء الفرق هذا الموسم؟ هو شوف يعني هذا يمكن نتيجة التصويت عطفا على المستوى اللي شافوه الجماهير في الدوري، نفس ما تفضل أبو حمد قال لك يعني المحترفين اللي لفتوا الأنظار يعني على البسيط جدا نعم. يعني أنت شوف كم نادي عندك، 9 أندية، شوف كم محترف عندهم وكم محترف فاد النادي أو استفاد منه حتى على الأقل لاعبين الشباب اللي موجودين. يعني في السابق لما كانت الأندية تستقطب لاعبين ممكن تجيب لك واحد، لكن واحد عن فريق كامل الحين مميز. إيه ومميز يعني إحنا نتذكر قبل أيام الثمانيات برونو على كوارشي على محمد آدم، يعني ذي النوعية من اللاعبين احنا فقدناهم صراحة، يعني ما قمنا نشوفهم في ملاعبنا. يعني هذه يمكن على الاختيارات اللي احنا سبق وتكلمنا عنها الحلقات السابقة، الاختيارات من وين تكون؟ هل هي اختيارات إدارية ولا اختيارات فنية؟ فأكيد نتيجة التصويت بتكون بهذه الطريقة. لو كان مثلا ويس يعني انت مؤيد لتقلص عدد المحترفين شخصيا؟ اذا احنا بنجيب محترفين بهذه خلي اخي عيال النادي يلعبون اولى يا اخي، على اساس احنا بعد حتى على مستوى المنتخبات على الأقل تشوف على الأقل زخم كبير من اللاعبين يلعبون، يعني حتى قانون يمكن تحت 21 ممكن يزيد يعني عدد اللاعبين في الفريق صحيح. إذا أنا بجيب لاعب يعني أنا شفت ألعاب حتى يعني لاعبين أوزانهم يعني مو أوزان لاعب صراحة، يعني هذا محترف أنا جايبه بدفع عليه صحيح. فلوس
امتيازات. يعني نقول الأندية تبحث عن الكم ما تبحث عن اللاعب المميز. هو مجرد ان انا عندي اربع لاعبين بس خلاص، ان انا خلاص انا بسكت جماهير ترى كايبت انا اربع لاعبين. صحيح يا اخي. زين الاربع لاعبين هم انت وين وظفتهم؟ يعني هل هم تحتاجهم؟ هل هم مثلا عالة على الفريق؟ نعم. يعني ساعات تشوفهم احتياط بحت. نعم. ابو حمد انت ممكن ذكرت في بخصوص المحترفين قلت ان الاداره الضعيفه هي اللي نشوف فيها المشكله. محرق اليوم يبحثون عن تغيير احد المحترفين، هل المحرق ايضا اداره ضعيفه ولا تبحث عن تطوير الفريق؟ لا، عن تطوير الفريق، لان محرق على اللي سمعناه راح يستغنون عن لاعب واحد. صحيح. فرق. نعم. اي فبالتالي انا اعتقد بالعكس، بالعكس اكيد اكيد شافوا ان يعني ذي الخانه بامكانهم ان يجيبون مدرب افضل منه، لاعب افضل منه، اسف. زين فبالتالي انا اعتقد قرار صحيح. شوف بقول لك شيء واحد، احنا اليوم لو ما بنتكلم عن الدوري بشكل عام في القسم الاول، نعم. لو جينا نتكلم، انا بالنسبه لي انا اشوف هذا الموسم ترى افضل من الموسم السابق. من اي ناحيه؟ من ناحيه، شوف، اولا من ناحيه الحماس موجود، من ناحيه الاثراء الساحه الكرويه انا اعتقد هذا الموسم افضل من السابق. نعم. التفاعل ايضا، حتى بعض المستويات الفنيه ممتازه جدا. احنا اليوم خلينا نتكلم عن الفريق، المركز الفريق الاخير اللي هو فريق الاتحاد. انا اعتقد فريق الاتحاد يعني النتائج اللي حققها والمركز الاخير اللي هو فيه اليوم لا يستحقه، عطفا على الاداء اللي قدمه مستوى فني. صحيح. ايضا لو جينا شفنا بدايه المنامه، لو تكلمنا عن المنامه بدايتهم. نعم. كانت غير موفقه، ولكن تدريجيا شفناهم بدا يعود. شفنا نادي الرفاع الشرقي ايضا البداية غير موفقة وبدأ يعود. شفنا فريق الشباب يعرف شلون يتعامل مع المباريات. فريق الشباب خمس جولات قاعد يتعادل ما يخسر. صح. فهذه بعد أي فن تعامل. شفنا طبعا فريق المحرق كل جدارة واستحقاق. شفنا فريق المحرق اليوم قاعد يفوز بأقل الأضرار. نعم. قاعد يخلص المباراة على حسب ما يبي، وهذا الشيء ما يصير، ما يحسب لمجلس إدارة نادي المحرق أو المدرب. نعم. أو مدرب المحرق سلمان شريد اللي عرف في الحقيقة. يعني سلمان كل سنة يبين لنا سلمان شريد انه هو يعني الخبير المدربين في البحرين. نعم. محمد انت ذكرت نادي الشباب، يعني قرينا احنا في احد وسائل التواصل الاجتماعي بان حتى المحترفين بعرفين وين يشتكون، يعني يشتكي في مركز شرطة على النادي. يعني حتى ثقافة المحترف اللي نيبه ما يمتلك الثقافة السليمة. يعني صح. بس ترى على فكرة محترفين نادي الشباب ترى قدموا يعني قسم اول جيد. يعني نتكلم عن العقلية. لا عن العقلية بعد، هذه بعد كل انسان والله سبحانه وتعالى بعد، يعني ذي شيء انا ما اقدر اتدخل فيه ان نعم. عقليته كذي، ولكن في الاخير نتكلم عنهم كلاعبين صراحة. نعم. قدموا مستوى جيد. نعم. خلنا ننتقل حق المدرجات. شفنا يعني جماهير تواجدت اكيد في الجولات الماضية. مع نهاية القسم الأول جماهير قيمت فراقها، خلينا نشوف شو اللي قالته عن فراقها في دوري بنك البحرين الوطني. المستوى غير ثابت بالنسبة إلى جميع الأندية تقريبا، ما عاد يمكن دون يعني الواحد يمدح نفسه. المحرق والشباب أشوفهم لهم أكثر ناديين يعني مستواهم نوعا ما ثابت. نادي الشباب زين بس قاصر لهم الخبرة شوي وقاصر لهم الهداف. محرق 90% وايد زين. والله بقول لك نادي الاتحاد من غير ما جاملك من افضل الاندية التي ادت مستوى وثابت، بس التوفيقها ما حالفنا على شكل هجوم. اسمح ايش بيسوي بروحه؟ نفر واحد، دفاع قوي، حراسة زين، وسط ممتاز، الهجوم ضعيف. فريق العام ينافس على الهبوط السنة، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خلصنا القسم الأول وإحنا المركز الثاني، كل الرضا على الفريق. السنة زين بس نبي مهاجم الحين، مهاجم ما عندنا. متمنى إنه يدخلون اللاعب علي جمال. شيء طبيعي بيكون الفريق مو منسجم بعد طلعت تقريبا 11 لاعب وفي فترة بسيطة، صعب إن الفريق يتأقلم. ينقص النادي الأهلي ظهيرين ولاعب وسط. لا، الأهلي لآخر جولة ما تقدر تقول عنه أن فريق مال هبوط. الهدافين فريق راحوا أندية ثانية والمحترفين مو في المستوى اللي احنا توقعناهم. ما أفتكر بعد خالد داج يقدر يسوي شيء. أنا يتراوالي هالسنة لازم يقدرون يا هالمدرب لنهاية الموسم. إن شاء الله يصير الفرق زينة ممتازة ونشوف اللعب زين ومباريات زينة وإن شاء الله منتخبنا نبي إن شاء الله يصير أعلى وأحسن.
إذا هذه كانت آراء بعض الجماهير اللي تواجدت في المدرجات. خلوني أخذ آراء الجماهير من خلال السوشيال ميديا وتحديدا من خلال تويتر. أول شيء نبتدي بتويتر، آراءهم حول حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. أحمد العامر بالواقع هو الإعداد للاستحقاقات القادمة فقط بالنسبة حق يعني توقعات للمشاركة. المشاركة الثانية مساعدة الفرق على التتويج كالعادة، يعني مشاركاتنا نساعد الفرق على حسب رأيه، مجرد مشاركة لا أكثر ولا أقل. وطلال أتمنى لقب بس منافس، بس مو منافسة على أهم، تقديم مستوى يبشر بالخير ويعطي انطباع حلو، لا شيء غير منافسة على اللقب. طموح المنتخب يجب أن يكون خصوصا على مستوى الخليج. أما المشاركة الأخيرة، نتمنى دائما الأفضل للمنتخب، وإن كانت البداية لإعداد منتخبنا أمام الخصوم أداء ومستوى جيد فهذا الشيء يشرف ويعتبر ثمرة منافسة على اللقب وتحقيقه إن شاء الله. يعني جماهير مستبشرة بالخير من ناحية تحقيق اللقب الخليجي 23. خلنا نرجع شوي حق الجماهير، ببتدي وياك أبو عيسى، خلنا نأخذ من رأي الجمهور. يعني أغلبهم طالبوا بوجود مهاجم في فرقهم، هل أصبح المهاجم نادر اليوم بالنسبة حق أندياتنا؟ شوف، بالنسبة لمركز الهجوم ما تقدر تصنع مهاجم، المهاجم ينولد. نعم. يعني انت ساعات حتى تشوف بعض المعلقين يقول لك هذا اللاعب من مواليد منطقة الجزاء. نعم. يعني تشوف احنا يمكن ضلتنا حين خلال السنوات اللي مضت دائما في خط الهجوم، يعني هل الأندية مو بقادرة تنتج مهاجمين؟ مع ان احنا نشوف ساعات في الدوريات الفئات السنية مثلا سواء الشباب او الناشئين. نعم. في مواهب، ولكن متى راح يعني يوصل الفريق الاول وياخذ فرصته، ومنه المدرب اللي يصقل هالمهاجم ويخليه يعني في مصاف المهاجمين اللي احنا عرفناهم في البحرين. نعم. من غير ذكر اسماء، كان يعني مهاجميننا صراحه يعني يشرهم بالبنان، مثال بدر سوار، محمد صالح، ابراهيم. نعم. عيسى، يعني كان مهاجمين من افضل مهاجمين عندنا. هل هذولين احد صنعهم؟ ما احد صنعهم، هذا اللي جاوا لك موهبه. صحيح. لحد الان، لحد اليوم حتى نادي محرك مو قادر ينتج مهاجمين مثل محمد او ابراهيم لحد. نعم. الان، فما بالك الانديه الثانيه. ابو حمد، خلنا اتكلم اكثر عن جمهور المنام اللي انقسموا حق قسمين، ممكن البعض منهم يطالب بخالد تاج ورجع التاج وليحن يعيش يعني في الماضي، ولكن البعض الاخر يقول لك خلها تمشي مع محمد شملان ونقزرها، كلمه نقزرها قال. يعني اي طبعا هذه راي جمهور ونحترم رايه طبعا. نعم. انه يتكلم بهذا الاسلوب بهذه الطريقه، يعني راي يعبر عن رايه، ومن حقه كل انسان له حق يشوف من المدرب هو الانسب حق. نعم. فريقه. فاحنا ما نقدر نعتب اليوم على الجماهير انها تطالب، ولكن الواضح يعني، واحنا ما بغريبين لا عن خالد تاج ولا عن محمد الشملة في. نعم. مثل هذه المسألة واضح أن الجمهور المنامة منقسم قسمين، خاصة أن خالد تاج في هناك من يعتقد بأن خالد تاج وهذا أمر واقع اللي هو مثلا حصل بطولة مع الفريق كان المفروض. نعم. يستمر. إدارة نادي المنامة ارتأت بأنه تغير خالد تاج. نعم. أنا أعتقد من حق الجماهير تقول اللي تبي، ولكن من حق الإدارة أيضا تختار المدرب اللي يبي. في الأخير يفترض على الجماهير أن هي تشجع الكيان وما تشجع أشخاص، لا شملان ولا خالد تاج. من اليوم يدرب فريق المنامة أنا أكون معه أي كائن من كان، ولكن للأسف الشديد يعني تجاهل حق محمد شملان من الكبير من جماهير. لا لا لا، إحنا عارفين وضعنا في البحرين معروف. نعم. عارف شلون وضعنا معروف، ومعروف أن هذه تحصل عندنا للأسف الشديد، وهذه الأمور صراحة شيء يعني مخزي وشيء معيب أن. نعم. نرى بهذا المستوى هذه الأشياء. بالعكس، المدربين كلهم إخوان سواء كان الشملان أو خالد تاج. نعم. تربطهم علاقة جدا جيدة، وكنت أتمنى يعني من البداية أصلا ما يصل الموضوع إلى هذا المستوى الحد، وبالتالي نخلي الجماهير تتدخل في مسائل مثل هذه، خاصة أن المدرب يفترض يكونون هم القدوة لهذا الشيء. ف ايضا خالد تاج يعني يوم زعل احنا قلنا بعد من حقه انه كان لانه حقق مع الفريق، ولكن هذه اليوم في اذا بيتكلم عن تعاقدات، وخاصه خالد تاج يمتلك عقليه احترافيه واشتغل برا. نعم. فهذا امر طبيعي ان اليوم اشيل هذا المدرب، يعني خالد تاج اليوم هو في فريق الحد اللي كان فيه الشملان قبل، فهذا. نعم. امر طبيعي تنقل من مدرب من منطقه الى منطقه اخرى،
الجماهير ما تقدر انت تسيطر عليها من ناحيه اللي هي انها مثلا تقول ولا تعبر عن رايها، لان لها الحق المكفول في ذلك. انا اذا كان هناك عتب انا اعتب على، يفترض ان احنا مدربين ما تحصل بينهم هذه الامور، ويكون بينهم يكون الاحترام الفعلي. ليش؟ لان كلهم يكملون بعضهم بعض. أكيد. طبيعي انت اليوم موجود في هذه المحطه، بكره انت تكون محطه ثانيه. انا ودي اتكلم شوي عن فريق المالشيه، عن فريق اللي تنتظره مشاركه خاصه في الملحق الاسيوي وتحديدا في بطوله ابطال اسيا اللي راح يواجهها امام العين. طبعا تعتبر هالمشاركه تاريخيه للفريق، واحنا في فريق عمل البرنامج في 90 نتمنى التوفيق لفارس الغربي في هذه المشاركه الاسيويه. ابو عيسى، اكيد يعني اليوم فارس الغربي يمثل البحرين ما يمثل نفسه في هذه المشاركه، ومن الضروري ان الجميع يدعم هذا الفريق. اكيد طبعا ممثل البحرين في البطوله الاسيويه المفروض الجميع يوقف معاه، يعني حتى يعني يقول الدعم من قبل الجماهير والدعم معنوي. نعم. وحتى لو توصل للدعم المادي، يعني اعتقد المفروض حتى يتم دعم المالشية من قبل الشركات الوطنية. نعم. مثلا، لأنه هو الشركات الوطنية هي الداعم الرئيسي للفرق البحرينية اللي تمثل خارج البلد، والمالشية طبعا فريق بطل دوري السابق، وطبعا يملك من اللاعبين مواهب، ويملك مدرب محنك. نعم. قادر أنه هو يوصل بالفريق، وطبعا احنا ما في شيء مستحيل في كره القدم. يعني اذا في شيء مستحيل شفنا امس الجزيره مع ريال مدريد. صح. يعني وين تحط ريال مدريد للجزيره، مع احترامي يعني، لكن الجزيره احرج ريال مدريد في يعني طوال المباراه. يعني ريال مدريد فاز في اخر يمكن 5 دقائق او 10 دقائق، فما في شيء مستحيل طبعا بالكره. لازم اخواننا نادي المالكي يثقون في نفسهم، يثقون في لاعبينهم، يثقون في جهاز الفني. أكيد. والاداري، وهم قادرين انهم يوصلون للمرحلة الثانية. وطبعا يعني لا ما في شك ان اهل البحرين يعني القيادة الرياضية والقيادة الرئيسية كلهم مع فريقنا المالشي اللي راح يمثل البحرين. اكيد ابو حمد، يعني الدعم مهم ومطلب، يعني تمنيات اكيد التوفيق حق فريق المالشي. أكيد. ولكن ما ليه ما شفنا احد يبادر يدعم المالشيه من الجهات الرسميه؟ شوف كلنا فرحنا طبعا، هذه تعتبر في البدايه نقله نوعيه لمنطقه المالكيه وليس نادي المالكيه فقط. صحيح. هذه نقله نوعيه. اليوم انا ما اعتقد لو بتي تسال اي احد اليوم في المالشيه سواء. نعم. كان او في البحرين، ان يوم من الايام فريق المالشيه القريه الصغيره اليوم يلعب مع نادي العين الاماراتي. نعم. صاحب البطولات والانجازات على مستوى اسيا، فهذا انا اعتبر انجاز كبير يحسب لنادي المالشيه، واكيد ما هي من فراغ. الأمر الآخر، إحنا اليوم نطالب عبر برنامج في 90 بأن يكون هناك دعم خاص لنادي المالكية. نعم. نظراً للظروف المادية اللي يمر بها. صحيح. نادي المالكية كلنا نعرف أن نادي المالكية يعاني من شح الأموال. أكيد. يعاني لدرجة أن بعض اللاعبين يعني صرف مستحقاتهم تتأخر. نعم. المدرب كذلك، النادي يمكن مكافآت الموسم الماضي حتى تحقيق البطولة ما ريعطوهم لحين ولا. نعم. لا، فأنا أعتقد اليوم نادي المالكية في أمس الحاجة إلى الدعم حتى من وزارات الدولة. أكيد. وبالأخص أنا أتكلم عن يعني وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية. نعم. تدعم هذا النادي، لأن هذا النادي اليوم ما يمثل نفسه وإنما يمثل مملكة البحرين. أكيد. للحديث عن مشاركة تاريخية سعدني أن يكون معي عبر الهاتف السيد جاسم عبد العال، رئيس مجلس إدارة نادي المالكية. طبعا في البداية نرحب فيك معنا في 90. أنتوا اليوم أمام موعد ومشاركة تاريخية في الملحق الخاص ببطولة أبطال آسيا، نبي نعرف في البداية كيف هي تحضيراتكم لمواجهة العين الإماراتي؟ مسيكم بالخير أخواني جميعا. مسيكم النور عيسى والكابتن بنوفل، يسعدني مشاركتكم الليلة في هذا البرنامج. مرحبا فيك. اي نعم تفضل. بس ما السؤال واضح يعني انا سالتك في البدايه عن يعني تحضيراتكم لمواجهه العين الاماراتي، شلون هي التحضيرات بالنسبه لهذه المباراه؟ اي نعم، بالنسبه. نعم. لتحضيراتنا حاليا احنا في الفتره السابقه اشتغلنا على تسجيل النادي في الاتحاد الاسيوي. نعم. حتى يكون عنده الرخصه الاسيويه، وطبعا هذا اخذ وقت كبير وجهد كبير. اكيد. الاخوان ما قصروا صراحه، بالامكانيات الموجوده نجحنا وتعدينا مرحله التسجيل في الاتحاد الاسيوي. نعم. وهاي كان بالنسبه لنا يعني خطوه جيده ممتازه.
بالنسبة لتحضيراتنا يعني بشكل عام الأجواء يعني محفزة على ما أقول جمهور السعودي يعني في نوع من البهجة والفرح بهذه المشاركة، وخصوصا كفريقنا بالمالكية، وكان هذا أمل وطموح لنا من فترة كبيرة. أكيد مو بس تحقيق الدوري والبطولة المحلية، لكن المشاركة في بطولة آسيوية باسم مملكة البحرين كنادي المالكية، هذا النادي البسيط أو المتواضع في الإمكانيات، ولكن كبير برجالاته وبالشباب الموجودين، أكيد أن يكون متواجد على الساحة الآسيوية. فنادي المالكية أو يشارك خلينا نقول مع الأندية العريقة الكبيرة، أي شرف لنا يشارك باسم مملكة البحرين. أستاذ جاسم، ممكن أبى أتكلم أكثر عن يعني الأعباء المالية الكبيرة اللي ممكن كثير يتحدث عنها، وأكيد مشاركة هذه تتطلب أعباء كبيرة بالنسبة لكم. الفريق اليوم ممكن لا يمتلك حتى راعي رسمي يتكفل بجزء من مصاريفه. ممكن انقطع الخط ده، بنعاود نتصل للأستاذ جاسم. يعني هي مشاركة تاريخية مثل ما ذكرنا، أتوقع بأن المطالبة بالدعم ضرورة اليوم. أنا تشوف لو رجع من الزمان إلى فترة قبل 20 سنة، هذه أنا أعتقد مو هذه حلم، كان صحيح حلم بالنسبة لفريق مثل نادي المالكية. قارية نقول لا، قارية وفريق كان أصلاً متواضع في خلال 20 سنة السابقة، كان حضوره يعني مو مثل حضوره الآن. نعم. ولكن خلال السنوات الأخيرة وبالأخص الثلاث المواسم الماضية، أعتقد أن نادي المالكية قدم أوراق اعتمادي على أنه هو فريق قادم. صحيح. حتى اليوم أنه هو في المركز الثالث يعني في الدوري اليوم، يعني يعتبر انجاز، لان اللي كان يتوقع ان المالكية بيحافظون على الصداره للنهايه دي يعني صعب في كره. صحيح. القدم، خاصه ان فريق ما يمتلك الامكانيات. نعم. ولكن يمتلك العنصر البشري الجيد. نعم. اللي يعتمد عليه. فانا اعتقد وصولهم اليوم ان نسمع بس فريق المالكية البحريني، لان تعودنا من الاساس ان المحرق البحريني، الرفاع البحريني. صحيح. الأهلي في السابق نعم. البحريني، ولكن اليوم المالكية البحريني. فأنا أعتقد من حق أبناء المالكية أن يعني يفرحون. أكيد. بهذا الإنجاز الكبير. نعم أبو عيسى، أكيد يعني اليوم مشاركة المالكية ما جت من عبث، يعني هي من تخطيط وعمل من خلال سنوات، سواء في الفئات العمرية وصولا للفرق الأول. أكيد يعني تشوف بحدود الإمكانيات يعني قدروا رجالات المالكية أنهم يهيئون الفريق و ياخذون بطولة الدوري. نعم. يعني شوف تخيل يعني لا الرفاع ولا محرق يعني قدروا يوقفون المالكية العام الماضي. يعني هاي بحد ذات ان يعني فريق يمتلك هذه الأسلحة، سلاح الروح القتالية، سلاح الشباب. صحيح. الغيرة على الفريق، الجمهور العريض اللي آزر الفريق سواء كان في التمرين او كان في المباريات، يعني احنا. نعم. حتى التمرين ساعات نحضر تمارين المالكين، ما شاء الله جماهير كثيرة يعني تحضر. صحيح. التمارين وتسأل وتناقش المدرب، يعني هذا شيء. الأجواء أصلاً، الأجواء اللي تشوفها في التمرين هذه كلها تبشر بخير. نعم. يعني أنت في قرية صغيرة يعني كان عدد سكانها قليل. صح. ينتج منها لعيبة ما شاء الله، يعني حتى لو تروح تشوف أكاديمياتهم يعني صراحة شيء مفخرة يعني. نعم. والله أكيد. خلنا ننتقل حق المحور الثاني، يعني المحور الثاني يتعلق بمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بطولة يمكن عرفت بداياتها من خلال البحرين وتحديدا من خلال هذا الملعب استاد البحرين الوطني، ولكن النسخة اليوم وصلنا للنسخة 23 من هذه المسابقة، ولا زال الحلم يراود الأحمر في الحصول على هذه البطولة. نتابع بعض التساؤلات اللي طرحها الزميل عمر عبد السميع من خلال هذا التقرير. إذن سيشارك منتخبنا الوطني بخليج 23 والتي ستقام في دولة الكويت الشقيقة. إذن هو اختبار جديد نحاول فيه أن نقدم مستوى ينجينا من السقوط الذي اعتدنا عليه من خلال صفحات التاريخ التي لم تتوجنا أبطالا منذ انطلاقتها. سكوب ذلك المدرب الذي يعتبر الأكثر استعدادا من بين جميع المنتخبات لأنه انتهى من تصفيات آسيا منذ أسابيع مضت،
إسكوب هو نفس الشخص الذي قد يكتب على اسمه تاريخ لم يكتب من قبل، أو يا ترى يعاد تاريخ مدرب يسمى عدنان حمد والذي كان ضحية هذه البطولة يوما ما. بالنسبة للاختيارات التي قد تشفع من جهة وتطرح علامات استفهام من جهة أخرى، فالأولى الاعتماد على الوجوه الجديدة الشابة، أما الثانية فكيف تغض البصر عن إسماعيل الذي يقدم مستوى مميز، أو حتى السيد جعفر من كان سيدا للشباك في القسم الأول بهدف يتيم في مرماه. أما السطر الأخير فكالعادة نتركه لطرح الأسئلة، هل نستطيع أن نقدم مفاجأة تخطف الأنظار؟ هل يكون الهدف هو الوصول إلى المباراة النهائية؟ أم أن الحال هو نفس الحال، نكون ذلك الضيف الذي يهدف للخروج بأقل الخسائر؟ هي الأسئلة والإجابة لن تطول. طبعا تساؤلات كثيرة طرحها عمر من خلال هذا التقرير، ممكن احنا بننقل بعض التساؤلات الى الزميل محمد. نتكلم عن اول شيء عن السؤال اللي احنا طرحناه في حلقة اليوم، شنو الهدف اللي اليوم رايحين له في خليج 23؟ برايك هل احنا اليوم رايحين عشان نشارك من اجل المشاركة وتشرف البحرين او تحقيق اللقب؟ ما تمنيت اني انا انسأل عقب 47 سنة من عدم تحقيقنا للبطولة الأولى اللي في البحرين من 1970، ما تمنيت أن أنا أنسأل اليوم عن هدفي من المشاركة، لأنه يفترض أن هذا الموضوع إحنا منتهيين منه ومخلصين منه، ولكن الواقع يفرض أن أنا أسمع سؤالك وأجاوبك عليه. أنا أعتقد ما في شك يفترض يكون المنافسة، يفترض يكون المنافسة. لو إننا نتكلم بكل الواقع، إحنا مو أفضل حالنا اليوم، منتخبنا ما يعيش فترة جدا جيدة خاصة من الناحية نتكلم الفنية. منتخبنا الآن غير جيد من الناحية الفنية، ولا أعتقد أنه هو أحد المنتخبات المرشحة للنيل بالبطولات كأس الخليجي 23. ولكن إحنا اليوم أمام واقع اللي هو منتخب وطن، هذا الواقع كيفية التعامل معه لابد وأن تكون أن نحول أي نظرة عندنا سلبية يمر بها المنتخب إلى نظرة إيجابية حالا ونبدأ من جديد. ربما يكون لنا نصيب ونحقق كأس الخليج، ولكن لما بنقعد وبنتكلم بتشاؤم وبنتكلم بنظرة غير تفاؤلية، أنا أعتقد إحنا راح ندمر أكثر. إحنا الآن عندنا قصور من الناحية الفنية، فبالتالي ربما يكون الدعم والمساندة يكمل هذا القصور معنوياً وتمشي الأمور على حسب ما احنا نتمناه اليوم. في المقام الأول ما في شك اليوم، سواء كان المتفائل أو المتشائم، المتشائم لأسبابه والمتفائل لأسبابه، ولكن احنا يفترض هؤلاء المعسكرين المتفائل والمتشائم يحطون وضع عينهم الذي مصلحة منتخب. لما أنا بتكلم كلمة اليوم أو بنتقد انتقاد، لابد أن يكون محسوب مدروس يخدم المرحلة حتى بالنقد الإيجابي. أما أن أنا أقعد مثلا في مثل بعض الكتابات اللي فيها سخرية على المنتخب، أو أن احنا يعني نستهزئ نوعا ما بالعمل اللي حاصل اليوم، أنا أعتقد هذه ما راح يخدم المنتخب أكيد في الفترة الحالية. ولكن إحنا الواقع نعرفه، ما في اليوم لو بتسأل أصغر واحد في البحرين بيقول لك إحنا اليوم ما نعيش أفضل حالاتنا من الناحية الفنية. ولكن علينا الدعم، وكل واحد على حسب موقعه اليوم يحط قدامه منتخب البحرين إن إن شاء الله راح يحقق الأفضل. وعيسى يعني متكلم يمكن عن الفترات الماضية من مشاركتنا في بطولة كأس الخليج، دائما التعثر ممكن عند النقطة الأخيرة، يعني هل ممكن اليوم هذه الأجواء تتحول بشكل إيجابي بالنسبة للاعبين؟ لأن في هدف قادم، في شيء إحنا ما حققناه، ممكن هل نقول هالجيل ممكن يحقق ما عجز عن الأجيال الماضية؟ هذه ممكن السؤال تقوله للمدرب يعني بكل سهولة. المدرب هو اللي اختار التشكيلة، هو اختار القائمة كلها. زين، هل أنت بذي القائمة رايح تشارك لإنجاح البطولة، ولا رايح أنت على أساس تعد الفريق حق الاستحقاقات الجارية سواء كأس آسيا أو أي بطولة جاية؟ السؤال هنا يعني
هل الشارع الرياضي قاعد يثق في منتخبنا؟ بس ما تفضل ابو حمد، الكتابات اللي نشوفها وسائل التواصل الاجتماعي في يعني اي مكان تلقى من السخريه وتلقى من الناس المتفائلين وناس فيهم طاقات سلبيه يطلعونها في الكتابات مالتهم. احنا خلونا نرمي خلينا نقول الكره في ملعب المدرب، خل حتى التصريح حق المدرب، لان المدرب هو خلينا نقول الرجل الاول والاخير في الفريق، هو اللي اختار التشكيله وعلى راس الجهاز الفني، على راس الجهاز الفني هو اللي يختار، وكلنا احنا محترمين اختياراته اكيد. طبعا كل عنصر في المنتخب ما اختاره الا هو عارف شنو هو الغايه منه، شنو هو المركز اللي بيخلي فيه، سواء مركزه في ناديه او مركزه في اللي هو يشوفه. نعم ابو عيسى، البعض يقول لك يعني سكوب غير دقيق في اختياراته، والكثير يطالبون اليوم سيد محمد جعفر واسماعيل عبد اللطيف، تعقيبك على مثل هذه الامور. احنا نفس ما قلنا مساء الارقام تتحدث، يعني احنا انت تشوف عندنا لستة الهدافين، الأربع هدافين الأوائل خل أوشي ما اختارهم المدرب، وإحنا قاعدين نقول مساعة نعاني من مشكلة في الهجوم ونعاني من مشكلة في التهديف خاصة في المنتخب. فإحنا كمثلا جماهير كفنيين كل واحد ينظر للموضوع من زاويته الخاصة، لكن المدرب إحنا لازم نحترم اختياراته أكيد. ما نقدر نقول أن هذه إسماعيل أفضل والله سيد محمد أفضل، ولكن إحنا بنشوف المدرب هو اللي اختار وهو يتحمل المسؤولية. نعم، يمكن بطولة كأس الخليج لها طابع خاص، يعني أبو حمد نتكلم يمكن عن غياب العناصر الخبرة، دائما هالبطولة تحتاج إلى عناصر خبرة. اليوم يعني البعض يقول لك غياب إسماعيل كهداف تاريخي لمنتخب البحرين وغياب سيد محمد جعفر كحارس في السنوات الماضية ممكن يأثر سلبا، يعني نتكلم عن طابع الخبرة وليس عن طابع الأفضلية. شوف خلنا نجزئ هذا الموضوع إلى جزئيات، ثلاث جزئيات. نعم. الجزئية الأولى اللقط الكبير اللي صار على عدم اختيار سيد محمد جعفر وإسماعيل عبد اللطيف بالتحديد. نعم. أنا أحمل الاتحاد البحريني لكرة القدم هذه المسؤولية. ليش؟ في كل منتخب يوجد هناك متحدث رسمي للمنتخب. نعم. إلا إحنا للأسف الشديد ما هذه ما طلبنا فيه إحنا قبل البرنامج. ما نمتلك متحدث رسمي. لو كان في هناك متحدث رسمي وخرج من بعد ان المدرب سكوب ما اختار اللاعبين، وخرج ووضح حق الراي العام بان ما ان القرار فني او اداري او ما نعرف احنا شنو الموضوع بالضبط، ما نقدر نقوله، حتى اللي نسمعه ما نقدر نقوله احنا قدام الناس، ما نتحمل مسؤوليه راي احنا ما شفناه ولا ما نعرف عنه. فبالتالي كان يفترض يكون متحدث رسمي يبين حق الناس ويقطع الشك باليقين، وما يكون هناك تأويلات وكل واحد على حسب مزاجه. بتسألني من موقعي اليوم أنا كرجل إعلام قاعد معاك، أنا أقول لك إسماعيل عبد اللطيف أفضل مهاجم في البحرين اليوم، السيد محمد جعفر أفضل حارس في البحرين اليوم. بتسألني عن محمد الرميحي وراشد الحوطي، أقول لك كنت أتمنى من أبرز اللاعبين وكان المفروض يكونون في المنتخب. ولكن بتسألني من موقع مسؤولية لوصير، الأمر الأول والأخير للمدرب، وهذه ما أكده من السيد محمد جعفر من خلال لقائه. رح نستعرض إنزين، وأكد إسماعيل عبد اللطيف لأنهم لاعبين لهم وزنهم ويعون جيدا بأن ذي الاختيار للمدرب نفسه، فإحنا يجب علينا تقبل قرار المدرب ودعم المنتخب بمن موجود. ليش؟ لازم نفكر من الناحية النفسية. اليوم إذا خلاص تم القرار الآن أنهم ما بيشاركون، فاليوم هل اللي بيلعبون مثل مهدي عبد الجبار او غيره من اللاعبين، شنو بنوصل لهم من رساله انهم غير مرغوب فيهم، ولا انهم شلون؟ يعني لازم نفكر بعد من الناحيه النفسيه حق لاعبي المنتخب. أكيد. لذلك قلت لك المفروض الدعم يكون دعم مباشر، اللي بيدعم مباشر خلاص اعتقد وقت ذي الكلام انتهى. اللاعبين طلعوا في قمه النضج، السيد محمد جعفر واسماعيل عبد اللطيف لاعبين كبار، لو بيدي انا ابيهم يلعبون اول الناس، ولكن قرار المدرب هو اللي يحترم ويجب احنا ندعم قرارات المدرب. نعم، برجع لك ابو عيسى، خلينا نشوف راي مدير المنتخب. يعني عمر عبد السميع اجرى لقاء مع مدير المنتخب الوطني لكره القدم الكابتن عارف عبد الرزاق، وضح امور كثيره حول ما يدور في الشارع الرياضي تحديدا. نتابع ماذا قال عارف لبرنامج في التسعين. اول هدف لازم تطلع بصوره مشرفه للمنتخب او بالتحليل الكرة البحرينية، هذا أول شيء. ثاني شيء طموح شرعي حق كل منتخب من المنتخبات الثمان تحقيق البطولة، وهذا يعني بحد ذاته طموح يمكن يراودنا أكثر من 43 سنة.
الخبر يانا ما نقول احنا مفاجئ، لان احنا في صاله كنا احنا تقريبا شهرين فاتين كنا نتمرن احنا ومع التصفيات الاسيويه. بما ان المباراه الاخيره في التصفيات في شهر مارس، فحب المدرب البرنامج ماله ان يكون تجمعنا شهري من بعد نوفمبر الى ديسمبر تجمع اسبوع. فبدأنا ثاني يوم من التدريب جانا الخبر ان في المشاركه، اكدوا المشاركه حق كاس الخليج. اختيار اللعيبه من اختصاص الجهاز الفني، يعني احنا جهاز اداري احنا نطبق اللي هو يبيه. اليوم احنا ممكن تقول رايك، ممكن تقول هاي اللاعب انسى مش انسى، في الاخير قرار قرار المدرب، هو اللي اختار اللاعب الانسب حق البطوله. لا والله الحمد لله، الامور الحمد لله الامور طيبه، وممكن تسال اي لاعب اي شخص ممكن تساله بخصوص العلاقات. نحن علاقاتنا خويه ابويه ترى بينهم، نفس الشيء مع المدربين، يعني امور ثانيه. في الاخير يعني ان كان مدرب او غيره، اكيد لو كان مدرب التحليل هو اللي يختار اللعيبه، ما في شك ان اللي بيفوزه هو اللي بيختار يعني. يعني ممكن ابو عيسى شفنا بعض يعني الاهداف اللي رسمها الجهاز الاداري تحديدا من خلال عارف، بان الهدف الاول ظهور بصوره مشرفه لمملكه البحرين في هذه المنافسات. لكن احنا اللي نبي نركز عليه بان اليوم حتى يعني الاجواء طيبه في المنتخب، الكل عازم لتحقيق النتيجه الايجابيه، وهذا شيء ايجابي للخطوه القادمه. احنا نشوف كل مشاركه حق كاس الخليج يكون نفس هذه الاجواء، أجواء تفاؤل، أجواء ممتازة، نعم. لاعبين من أحسن ما يكون. لكن نفس ما قلت، لما نبتدي البطولة ونلعب في الخطوة الأخيرة يصير التعثر. نعم. فهل إحنا في السنوات اللي مضت هذه، هل إحنا قيمنا مشاركاتنا؟ هل في هناك أحد حاسب المدربين، حاسب اللاعبين؟ نعم. وين التقصير كان؟ لأن إحنا ما أعتقد أن في يوم من الأيام طلع مثلا المدرب في مؤتمر صحفي وقال لنا بعد البطولة إنه صار كذا صار كذا صار كذا. حتى لما آخر نسخة أغيل المدرب قبل ما تخلص المشاركة من يعني أظن المباراة الثانية كأنه نعم. المباراة الأولى إحنا اللي في العالم كله المتحدث اللي يتكلم قدام الرأي العام هو المدرب. لا تقول لي مدير فريق، لا تقول لي إداري، لا تقول لي يعني شوف، حتى في المؤتمر الصحفي يقعد لك المدرب مع كابتن الفريق أو أي واحد من اللاعبين. نعم. لأن شوف اي واحد بينقل الصوره الثانيه، المدرب يمكن يقول لك انا ما قلت دي الكلام، انا ما قلت ابغى اشارك، انا ما قلت ابغى باخذ البطوله. فمن تحج هني يقول لك والله المتحدث الرسمي مالك قال دي الكلام. لكن لو يقعد المدرب ويقول لهم انا هذه خطتي وهذه هدفي من المشاركه اللي نعم. القادمه، يعني نقول اليوم المفروض المدرب يخرج بشجاعه لوسائل الاعلام، المدرب هو يوضح، هو الامر الاول والاخير عنده هو. نعم. احنا ما قلنا هو على راس الجهاز، صحيح، هو لازم يطلع في مؤتمر صحفي ويقول كل التساؤلات اللي يقولها للراي العام او يتساءلها الجمهور او نعم. الصحافه والاعلام. تقعد كلها دقائق تشرح حق الناس شنو اللي خافي عليهم. نعم. خلاص. نعم. هو المدرب بس سامعه، بس التعقيب على الموضوع، هو المدرب طلع من خلال لقاء صحفي، نعم، مقابله كامله، وحدد اللي هو ليش استبعد محمد جعفر واسماعيل، وقال ان انا بعتمد على وجوه شابه. نعم. وعلى ان ابي، لكن احنا نتكلم ممكن بحمد يعني مواجهه في مؤتمر، لا وحدد هدفه حتى من المشاركه في نعم. بطوله الخليج، واكد انه راح ينافس يعني. نعم. هذا اي قال هاللون، ولكن نعم. اكيد يعني انا اتفق ويا اخوي ابو عيسى ان مثلا المؤتمر الصحفي عاده يكون افضل من اللي هو لقاء. نعم. ولكن هو حق بس الراي العام يعرف انه هو حدد، ممكن يعني حدد حتى يضع ثقته في الموجودين اليوم. إيه؟ يعني يعطيهم حافز. اي حدد الهدف، حدد الهدف. هو شوف بقول لك شيء واحد، هو لابد من يكون احنا اليوم لابد ان تكون العلاقه ما بين الاتحاد والمدرب ومدير الفريق، وإن كان هناك متحدث رسمي أو المنسق الإعلامي، نعم. تكون كلمة واحدة، لا يمكن أحد يخرج عن النص فيما نعم. في ماذا سنقوله يعني. فخلاص الكل عارف أن هذه على يعني عندهم تكون خارطة طريق واحدة متفقين نعم. عليها يرسمها. طبعا المدرب نفسه صحيح. هو صاحب يعني السلطة الأولى في الموضوع نفسه. أكيد. عارف شلون. ولكن إحنا بعد أيضا نعاني من هذه الغصور، نعاني نوعا ما نعم.
بان احنا يعني كل واحد ربما يكون هدفه مختلف عن الاخر، وهذا نعتقد خطا كبير احنا نقع فيه، مو الوقت الحالي، من سنوات طويله. نعم. ممكن ذكرت يعني مقابله سيد محمد جعفر، يعني برنامج بلانتي اللي يعرض على اليوتيوب اجرى مقابله مباشره قبل عدة أيام مع الحارس سيد محمد جعفر، تكلم فيها حول عدم استدعاء للمنتخب الوطني. خلونا نتابع شو اللي قاله في هذه المقابلة. في البداية أحب أنوه على أن عدم اختياري، ممكن في البعض يفسر أن عندي مشكلة مع المدرب، ممكن بعض يفسر أن أنا فارض أن أنا أكون الحارس الأساسي. فالشغلة اللي حاب ان انا انوه لها ان مسألة ان اللاعب يكون اساسي هو قرار فني بحت، وانا كلاعب ليس لي الحق ان انا افرض رأيي او ان انا اكلم المدرب او ان اقول له خلني كحارس اساسي. فما عندي اي مشكلة، بالعكس يعني ان حالي حال اي لاعب، وجهة النظر تختلف طبعا من مدرب لمدرب، وهذه ما هي مش المرة الأولى أن أنا ما أكون موجود فيها مع المنتخب. فقرار فني بالنسبة للمدرب أن أنا ما أكون موجود، فأيضا هو مسؤول عن هاي قراره، وأنا أحترم جميع القرارات الفنية. أوكي، في هناك بعض الأمور الجانبية اللي صار فيها سوء فهم، لكن ما تعني أن هي مشكلة. وحاليا إحنا في وقت محتاجين أن ندعم صحيح. الأحمر البحريني، ولو أني شخصيا تمنيت أن أنا أكون قلبا وقالبا، ولكن سوف أكون قلبا هالمرة مع الأحمر البحريني في خليج 23 في الكويت. يعني يمكن كان هذه رأي الحارس سيد محمد جعفر حول عدم استبعاده. أنا راح أرجع حق الإخوان في الاستديو، ولكن خلنا أخذ رأي الإخوان أيضا في تويتر ومشاركتهم من خلال بعض التغريدات. التغريدة الأولى ممكن من سير الملاعب: جماهير بحرينية تطالب بضم الحارس سيد محمد جعفر بالإضافة إلى الهداف إسماعيل عبد اللطيف لإقامة المنتخب المشاركة في كأس خليجي 23، ويطلقون هاشتاج سير وسمعة مطلب جماهيرها بالنسبة لسيد الملاعب. تغريدة الثانية لأحمد بن عبد الله يقول فيها: عدم اختيار أفضل حارس لحد الآن في الدوري البحريني بفارق إمكانيات واضحة يسبب استياء بعض الجماهير البحرينية، خصوصا مع اقتراب موقع دورة كأس الخليج 23. إبراهيم التميمي يقول فيها: في 1986 في بطولة الخليج عاند المدرب الإنجليزي لمنتخب البحرين ورفض اختيار حمود سلطان ونقل يعقوب حسن من الدفاع إلى مركز الهجوم، كانت النتيجة أن المنتخب جاء في المركز قبل الأخير رغم أن البطولة على أرضه وبين جمهوره. حساب محرقي فقط مع سكوب: الحارس الأفضل في الدوري بلا منازع والأقل استقبالا للأهداف خارج قائمة المنتخب، والمهاجم الأفضل محليا والأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف خارج قائمة المنتخب أيضا. محمد الشملان يقول فيها: أسبوعين على دورة الخليج وعدم اختيار سيد محمد جعفر وهداف الدوري إسماعيل عبد اللطيف، لا يوجد مبرر للمنتخب أو للمدرب المنتخب إلا إذا. ممكن يعني هذه كانت بعض المشاركات من خلال تويتر والجماهير والمتابعين للدوري البحرين والمنتخب الوطني. لكن نتكلم أكثر يعني محمد، يعني خروج سيد محمد جعفر بهذه الشجاعة، يعني أتوقع من خلال كلامه حتى يعني خفف من حدة الأجواء بالنسبة لزملاء الحراس اليوم. قال هو يتقبل قرار المدرب وهو الداعم الأول ممكن حق المنتخب. مثل ما قلنا، سيد محمد جعفر يعتبر اليوم هو الأبرز والأفضل والأكثر خبرة من بين حراس مرمى البحرين. نعم. وقلت لك لو تسألني أنا أتمنى، ولكن في الأخير أنا أحترم قرار المدرب. سيد محمد جعفر بيّن من خلال الكلام أنه هو إنسان اليوم وصل لمرحلة نضج، ونضج كبيرة، وينم على أن الرجل يمتلك ثقافة عالية. نعم. حتى في اختيار الوقت اللي يتكلم فيه، طلع في وقت أنا أعتقد أنهى جدل كثير،
وأعتقد ما ترك مساحة أكبر للتأويلات في خصوص هذا الموضوع. وهذا اللي احنا تكلمنا عليه في السابق، ان اليوم احنا مو في صدد اليوم احنا نتناقش في مثل امور مثل هذه تعيق مسيره المنتخب، خاصه وان السيد محمد جعفر يعي بان اللاعب اليوم اللي موجود ايش قد بيكون عليه ضغط، ايش قد اليوم الحراس الموجودين عليهم ضغط، لان هناك رغبه جماهيريه شعبيه بالمطالبه به وباسماعيل وكذلك محمد رميحي وراشد الحوطي ايضا بعد من بعدهم. فاعتقد انه هو ادرك اهميه هذا الموضوع وطلع بهذا التصريح الشجاع اللي يحسب حق سيد محمد جعفر، ومو بغريب عليه هذا التصريح. خلنا نفكر يا أخوان، يعني أنا أكلم جميع الجماهير البحرينية، هل اليوم الحراس الثلاثة بيكونون مستعدين والناس تدري أنهم ما لهم رغبة فيهم؟ هل اليوم المهاجمين الموجودين عندنا هل راح يكونون في كامل قواهم وكامل مستوياتهم الفنية اليوم وهم يدرون أن الجماهير تطالب بإسماعيل؟ خلونا هذه الفترة اليوم ننسى هذا الكلام، وأنا أعتقد إسماعيل وسيد محمد جعفر يعون هذا الكلام ويدركون أنهم الأفضل وأنهم المفروض يكونون، ولكن في الأخير هم لاعبين عليهم احترام قرار المدرب، وأعتقد أنهم احترموا قرار المدرب. نعم، أنا ممكن يعني تعمدت أني أطوي صفحة يعني اختيار اللاعبين يعني المقابلة اللي أجراها سيد محمد جعفر، بأن اليوم هو اللاعب نفسه اللي أنتم تطالبون فيه كجماهير هو يطالب بمؤازرة المنتخب. أبو عيسى توقع خلاص اليوم صفحة وانطوت بالنسبة للاعب إسماعيل وأيضا السيد محمد جعفر. المطلوب من هذه اللحظة أن الكل يؤازر المنتخب، يوقف وراء المنتخب، والتهيئة النفسية أكيد مطلوبة خصوصا مع الحدة يعني من المطالبة الجماهيرية في الفترة الأخيرة. هو شيء طبيعي، أي واحد يلبس شعار البحرين كلنا احنا ندعمه كلنا نشجعه. وتصريح محمد جعفر صراحة تصريح احترافي، وهذا نابع عن ثقافته وعن تقبله لقرارات المدرب صدر الرحب، وهذا الشيء صراحة يحسب له. بس بغيت يعني أبين نقطة بسيطة فعلا. يعني سيد محمد ترى على فكرة يعني حاصل على شهادة إيه لايسن من الاتحاد الآسيوي كتدريب، وكلها شهر أو شهرين بيدخل إيه الحراس يعني المستوى الثالث. فمعناته أنك أنت عندك لاعب مثقف وممكن في يوم من الأيام يصير مدرب ناجح. فيعني ذي النوعية من اللاعبين يعني ما أقول لك أنا، بالعكس إحنا محترمين قرار المدرب، ولكن ذي النوعية من اللاعبين أنت تحتاجها كداعم وياك في الفريق حتى لما كان يلعب أساسي، كداعم تشجيع للحراس تشجيع حتى اللاعبين. لما أنت تحصل لك لاعب مثقف رياضيا مثقف كمدرب مثلا عنده داخل دورات وداخل ومثقف نفسه، بتلقى هذا الشيء يسهل عليك أمور كثير خاصة داخل الملعب. أو لما ساعات مثلا بعض المدربين اللي مو نفس لغتك ما توصل المعلومة صح مثل ما يوصلها اللاعب اللي نفس اللغة. نعم. فهذه الأمور ساعات يعني ممكن تكون في مصلحة المدرب ترى. نعم، خلنا نذكر بسؤال حلقة اليوم واللي يقول برأيك ماذا يجب أن يكون هدف مشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في خليج 23 بالنسبة للنتيجة حاليا 55% المنافسة على اللقب، في حين 45% الإعداد للمنافسات القادمة. مثل ما ذكرت ممكن نطوي صفحة المنتخب، وأكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في المشاركة القادمة وانطلاقا من المباراة الودية اللي راح تجمع أيضا بشقيق الكويت هنا على استاد البحرين الوطني تاريخ 18 من هذه الشهر. ننتقل حق المحور الأخير من حلقة اليوم، الاعتماد على القاعدة والفئات العمرية كان أحد المطالب اللي تحدثنا عنها في حلقاتنا السابقة، وبالفعل هاي الأمر لقى تجاوب من المعنيين وتحديدا وزارة الشباب والرياضة اللي أصدرت تعميم بشأن لجنة تعنى بالأكاديميات واكتشاف المواهب. التفاصيل في هذا التقرير. قد لا نكون الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ولكننا مسؤولون أمام الجميع بطرح جميع القضايا والهموم المتعلقة بكرة القدم البحرينية. القاعدة أو منشأ اللاعبين هي أساس نجاح أي لعبة في العالم، فكان لنا وقفة على مستوى الأكاديميات ودور الفئات العمرية. اكتشاف المواهب دائما ما يكون يا في الحواري يا في المدارس. تربية النش هذه هي الصعوبة، لأن دائما الموهبة تبان في سن حديثة. لابد أن نعتمد على شبابنا وشبابنا المثقف وشبابنا الواعي وشبابنا اللي يستطيع قيادة مرحلة جديدة أطلقت من صاحب سمو الشيخ ناصر بن حمد.
ولتحقيق ما طالب به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من أهداف قادمة للكرة البحرينية، كان لابد من تكاتف الجميع حتى نصل إلى ذلك الهدف الموضوع من قبل المسؤول الأول عن الرياضة في البحرين، فجاءت جميع ردود الفعل في مصلحة هذا الشأن. طموحنا كبير، طموح سمو الشيخ ناصر كما اعتدنا عليه بلا حدود، وضع نفسه ووضعنا معاه أمام تحدي كبير. إن شاء الله جميع إمكانياتنا وطاقاتنا بيتم تسخيرها إن شاء الله لتحقيق هذا الهدف. ولأن لوزارة شؤون الشباب الدور الأكبر في الحركة الرياضية، جاء ما يبشر بخطوات سريعة لتصحيح وضع كرة القدم في البحرين بقرار إنشاء لجنة خاصة بالأكاديميات واكتشاف المواهب. ولكن يبقى السؤال، ما هي الخطوة القادمة؟ يعني ممكن أكيد هذه الخطوة تحسب لوزارة الشباب، طلبنا كثير بوجود لجنة لاكتشاف المواهب وانتقائها ممكن حتى من الحواري. ممكن تكلم وياك بحمر في البداية، يعني خطوة إيجابية نحو الهدف القادم اللي يمكن وضعه سمو الشيخ ناصر بن حمد هو الوصول إلى كأس العالم. ممكن الهدف نسبيا قريب، ولكن للمستقبل البعيد هذه الخطوة تحسب لوزارة الشباب. ما في شك خطوة تحسب وخطوة مباركة، وإحنا نبارك هذه الخطوة لوزارة الشباب والرياضة طبعا، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الأخ هشام الجودر وجميع العاملين معاه، وهذه مو بغريب عليهم، خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة عودتنا دائما أن هي يعني أي توجيه هي من سمو الشيخ ناصر هي تكون المبادرة الأولى في الموضوع. ولكن نتمنى من وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت أنها يعني شوي تعطي مثل ما تعطي الجانب الشبابي تعطي أيضا الجانب الكروي، وأعتقد هذه ربما تكون باكورة الاهتمام أكيد بالكرة اللي احنا دائما نطالب. احنا دائما نشوف فعاليات ما شاء الله عليهم ما توقف طوال السنة، وفعاليات جدا إيجابية دائما تكون لها قيمة وتكون في محلها. ولكن أيضا دور وزارة الشباب والرياضة اليوم بعد أيضا القطاع ليس الشباب فقط ولكن بعد الكروي أيضا الشبابي الكروي. نعم. لأن الشباب أنا أعتقد اليوم هذه باكورة مشروع جديد يجب دعمه، يجب تأسيسه بشكل صحيح، يجب الاعتناء به. نعم. ومن ثم نشوف شنو نتائجه. نعم. خلنا نعرف يعني شنو أساسيات هذه اللجنة وشنو يعني بوادرها. الحديث أكثر عن مهام هذه اللجنة تحديدا يسعدني أن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ طارق العربي رئيس لجنة الأكاديميات واكتشاف المواهب بوزارة الشباب والرياضة. في البداية رحب فيك معنا في التسعين، ونبي نتكلم أكثر عن هذه القرار اللي صدر من الوزارة وكونك رئيس لهذه اللجنة، حابين أكيد نعرف أكثر وتوضح لنا وللمشاهدين أهمية أو مهام اللجنة شنو راح تكون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي الأخوة المشاهدين والضيوف اللي معاك. يا مرحبا بك. الله يسلمك خليكم، وسامحونا شوي الصوت يعني لكم علي مع تغيير الجو. ما عليك شر إن شاء الله. شر ميكم. نعم. الله يسلمكم. خلنا نتكلم عن مهام اللجنة، شنو مهام لجنتكم المستحدثة يعني؟ طبعا أخي عيسى مثل ما أنت عارف كان في ملتقى للأندية خلال 2017 من قبل الوزارة طبعا، وكان في عدة محاور، وواحد من المحاور كان موضوع طبعا اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية. طبعا الملتقى هذه كان في عدة محاور وفي ورش عمل صارت، وكانت في مشاركة يعني توجيهات سعادة الوزير هشام الجولة. سيد طارق ممكن الصوت يعني كنا الصوت تقطع عندكم ما اسمعون. اسمعك انت تفضل. اي نعم، فاقول لك كانت توجيهات سعاده الوزير ان احنا نشارك الانديه في نعم. في ان يناقشون ممكن نعم طبعا هو موضوع الاكاديميات والمواهب، وطبعا انا اعتذر منك استاذ طارق، يعني للاسف الصوت يعني ممكن رداءة الصوت، ولكن اكيد جهودنا ثمنها من خلال وزارتكم، ونتطلع
للمزيد إن شاء الله في القادم. أبو عيسى يعني أكيد وجود يعني لجنة مثل هذه الأمور تعنى بالأكاديميات وأيضا تعنى باكتشاف المواهب هي كانت مطلب في السنوات الماضية موجود على أرض الواقع، ولكن الطموح كبير من خلال هذه اللجنة. هو شيء جميل أنك أنت الأكاديميات اللي في الأندية مثلا تشرف عليها الدولة، الحين انتشرت عندنا أكاديميات كثيرة وكلها يعني ما أقول كلها أغلبها أكاديميات تجارية، فبالتالي الهدف الرئيسي تجاري، ولكن مثل هذه الأكاديميات ممكن أن هي تخدم الدولة وتخدم الأندية بشكل عام بحيث مثلا هي انتقاء المواهب، بس لازم يعني هذه العملية تحتاج تخطيط، تحتاج يعني كادر تدريبي كادر إداري على أساس أن أنت تنجح هذه العملية. قضية أكاديمية هي مو يعني شيء هين ترى، يعني هي مثل ما تقول دراسة عبارة، يعني أنت اللاعب هذه مثلا عقب كم سنة وين بيوصل، هل هو بيقدر يواصل معاك، هل هو مثلا بينتهي ذي الحد وخلاص بيروح دراسة بيروح شيء. لازم أي لاعب عندك بيكون مشروع دولة. شنو مشروع دولة؟ مشروع دولة أن أنا هذه أعده لاستحقاق كبير، سواء كأس عالم سواء ألعاب أولمبية أو أي بطولة كبيرة. فبالتالي طبعا العملية ليست سهلة، ولكن يعني الجماعة في وزارة الشباب ما دام جاذبين على هذه الموضوع بتوجيهات سمو الشيخ ناصر أكيد إن شاء الله راح يتوفقون في هذه العملية إن شاء الله، وهو كده متأمل منهم. وأيضا ممكن نتكلم عن مهرجانات اليوم للصغار، ما شاء الله يعني في الفترة الأخيرة شفنا حركة عن السنوات الماضية، يعني اتحاد الكرة نظم مهرجان وراح ينظم مهرجان خلال الأيام الماضية. هذه المهرجانات يعني شلون ممكن تساهم في تنمية اللاعبين؟ أتوقع مهرجان القادم ممكن ينتقل منه 30 لاعب حسب كلام الشيخ خالد بن سلمان للمنتخبات الفئات السنية. هذه المهرجان طبعا أكيد يصب في صالح الكرة البحرينية بشكل عام، وشاهدنا في السابق أيضا مهرجانات شبيهة لهذا، يعني مثل هذه البرامج أيضا قبل كم عام أيضا كان عندنا نفس الشيء بالضبط نفس دي، وكانوا بعدين نقوم منهم لاعبين، ولكن نتمنى اليوم إحنا أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يكون أكثر حرصا في اختيار مواهب ومتابعتهم. إحنا لما إحنا نحصل محصلة لاعبين جيدين وبالتالي بعدين ما نعرف احنا وين راحوا في اي نادي يلعبون وين مكانهم، هذه انا اعتقد احنا ما كملنا مشروعنا. فاتمنى من الاتحاد البحريني لكرة القدم هذا الموسم انه يكون موسم استثنائي من ناحية الاهتمام بالمواهب. اهتمام سابق كان موجود ولكن الاستمرارية نبي استمراريته، ونبي نعرف هذا اللاعب اليوم اللي عمره اليوم 10 سنوات ولا 9 سنوات وين يوم صار عمره 17، نبي نعرف ان هذه كان نتاج هذه المراحل. نعم ابو عيسى، يعني الخطوه القادمه اليوم اكتشفت الموهبه، شنو المفروض يكون يعني نقول نكست ستيب؟ يعني اوكي انت الحين يعني خلينا نقول انت اكتشفت الموهبه، نعم من راح يدربه؟ هل انت اختاريت الكادر التدريبي المتخصص؟ هل عندك مدير فني يدير العمليه هذه كلها؟ نعم. زين، واهم شيء المدير الفني هو اللي يضع الخطه، يعني في المفروض في كل نادي في العالم، احنا في البحرين ما عندنا ولا نادي عنده مدير فني، يمكن نادي او ناديين بعد، بس ما 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 نشوف ذي الظهور الاعلامي اللي يبين انه هو في موجود والله مو موجود. انت العمليه هنا تبي تكتشف موهبه صراحه، خلاص انت اكتشفت زين. النكست ستيب هل انت تبي خبرات من برا؟ هل هذا لين بتوديهم معسكر يروحون مثلا دوله متقدمه؟ هل في مثلا في دول مثلا عندها يعني او تقول لها باع طويل في انشاء الاكاديميات؟ نعم. سواء المانيا او هولندا مثلا، يعني العمليه اذا انت بتظل نفس السابق تكون لك منتخب وخلاص، لازم يكون هناك متابعه. نعم. ومتابعه دقيقه، يعني حتى من الناحيه الطبيه، حتى من ناحيه التغذيه، من ناحيه السلوك، الحياه اليوميه، الثقافه، الدراسه. انت هذه الولد لازم تثقفه شلون يصير محترف. نعم. انت شلون بتثقفه اذا بتصير محترف؟ نعم. فلازم هناك تدخل فيه خبرات ثانيه، مو بس ان انت تجمعهم ويلعبون. هل مدرب يكفي لي؟ يعني ممكن حسب المعلومات اللي وصلتني بان من خلال المهرجان القادم راح ينتقون 30 لاعب، والمدرب الموجود اليوم في الاتحاد للفئات العمريه الصغيره هو من سيقوم على الإشراف عليهم. هل المدرب واحدة يكفي يعني
تدريب هذه المجموعه؟ لا طبعا لازم يكون معاه كادر تدريبي كامل، يعني لا. انت قاعد تتعامل مع ناشئ صغير، يعني خلينا نقول من 9 سنوات 11 سنه. الكادر المفروض يكون من مين؟ هل مساعدين فقط ولا مدير؟ نفس ما قلنا مدير فني موجود، نعم، وعنده مدربين يشتغلون تحته يوظفهم. يعني انت اذا عندك 30 لاعب مثلا، انا نعرف الصعوبه في تدريب الفئات العمريه هذه. هو اكيد انت ترى على فكره، شوف ترى اصعب مرحله هذه المرحله تكوين. انا تكوين، وبعدين انت ما بتحطي تكتيك، واللي هو يعني خلينا نقول بلاي فور فن، يعني العب للاستمتاع. هذه الفئه بالذات يعني ما بتقول لي بتواجهه والله بتحط له لوحه بتقول له العب هني والعب هني 4-4-2، لا هذه لا، خله يلعب. انت هني تكتشف موهبته، عنده طاقات خلي يطلعها. ما يصير انت تقول له ارجع وروح وتعال، اقعد حط ريل على ريل وخلي يلعب. هني انت الطاقات تتفجر، ممكن مهاجم يصلح حارس والعكس. نعم، هني ما في مراكز، صح، يعني خصوصا في هالفئه العمريه. اي يعني شوف، هذه في المانيا صارت في سنه 90 لما جابوا فريق اللي فاز بكاس العالم يستعرضون قدام اللاعبين الصغار مال الاكاديميه. بعد ما راحوا قال لهم قلدوهم، تدري ايش سووا؟ راحوا الملعب ما كان مستوي، راحوا يتزحلقون وسكتوا عنهم، قاموا يضحكون. يعني ما قالوا لا ارجع وروح وتعال. نعم، هذه الفئه خلها تلعب فور فان، خلي يلعبون. اكيد. خلنا ننتقل ممكن حق الاخوان المتصلين في هذه الفقره الاخيره، فقره الاتصالات. معنا دكتور سلمان الحجاب. الو، السلام عليكم. مرحبا دكتور، شو اخبارك حبيبي؟ يا هلا هلا والله، مرحبا فيك وبضيوف الكرام. الله يسلمك. احنا من رابطه الماشيه. مرحبا فيك، هلا والله. الله يسلمك حبيبي. يعني اول شيء حبينا نشكر الشيخ خالد على المبادره اللي بادر فيها بخصوص 10 أشخاص من الرحلة اللي بنروحها إن شاء الله بمساندة فريقنا. ما يمثل القرية بس يمثل الوطن كامل، يعني دعوة لكل الروابط، دعوة لكل الجماهير البحرينية إذا حابين يجون ويانا، وكل يعني حتى كل الجماهير البحرينية يعني. أكيد اليوم تتمثلون البحرين يعني ما تمثلون القرية بس. أي نعم. خلنا نتكلم ممكن عن تجهيزاتكم أكثر، يعني أتوقع في يعني رسوم وضعتوها يعني رمزيا يكون 27 دينار أتوقع حسب اللي شفناه في وسائل التواصل. المبلغ رمزي يعني ما في أي بالضبط. نعم، بتكون على الجماهير وتقريبا تكون رحلة من 2 إلى 3 باصات إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لكن نتمنى لكم اكيد كل التوفيق للجماهير اللي بتتواجد. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله يعني تخرجون سعداء من خلال هذه المباراه. يعطيك العافيه. ان شاء الله احنا اهم شيء ان شاء الله في الوقت. اكيد 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 وان شاء الله قررين على هالشيء. شكرا لك. شكرا. يعني حتى التفاؤل موجود وتسير حفلات موجود، اليوم متكاتفين رغم الامكانيات. طبعا المصير. طبعا اول شيء ما في شك ان الشيخ خالد بن سلمان داعم وما يقصر، مو غريب عليه مثل اكيد ما. اكيد. واعتقد ان هذا الشيء ذهب لمن يستحقه، وهذه نعم، واجب على الشيخ خالد وواجب علينا احنا كلنا دعمهم. اكيد. نفس ما قلت لك، اليوم المالتيه امام يعني مفترق طرق بالنسبه لهم. نعم. لو بتسال اي انسان بتقول المالتيه ونادي العين الاماراتي بيقول لك نادي العين الاماراتي، يكفي نادي المالتيه ان يشاركون في ملحق ابطال اسيا. نعم، هذه كان بالنسبه لهم حلم. ولكن لو صار هناك دعم ودعم سخي لنادي المالتيه وما ازره، انا ليش ما نروح فيها؟ يعني انا ذي اتمنى حتى رئيس او اعضاء مجلس اداره نادي المالتيه او الجماهير ما يكون عندهم نبره احنا يكفينا شرف المشاركة أو الوصول إلى هذه الخطوة ككون حلم أن احنا نلعب ضد الأهلي، لا يكتفون بهذا شيء داخل أنفسهم ولا يقولون شيء غير وهم في أنفسهم. لكن واقع يعني إذن واقع واقع نعم. ولكن ذي كرة قدم، هذه كرة قدم، خلني أروح وأنا عازم أني أنا ممكن أحقق نتيجة، ويكون بدل الحلم يكون حققت حلم ربما يعني في الأفلام نسمع عنه، لأن بصراحة الفرق شاسع بين الفريقين. أنا أدرك هذه العملية، ولكن
خلني اليوم أشحذ الهمم بأن أنا ممكن قادر اليوم أني أنا أفوز على فريق مثل نادي العين الإماراتي. نستعد له صح. إحنا اليوم عبر برنامجك في التسعين تلفزيون البحرين نقول إحنا مادين يدنا لهم من ناحية الإعلامية في اللي يبونه. أكيد. ومساء يعني وساعة يعني كان أنا كتب أكلم الأخ جاسم عبد العال يعني ودنا يراضون ولدنا عيسى نصيف ولدهم يعني نعم. رئيس رابطة الجماهير شوي عتبان على أنه هو يعني كان رئيس رابطة يعني فترة طويلة والآن هو ظهرنا شالوه من هذه المهمة نعم. فالأخ عيسى نعتقد له وجوده وإن كل تقدير نعم. واحترام وما أعتقد أن الأخوان في نادي المالكية بيقصرون يعني. نعم خلنا نأخذ اتصال ثاني معنا أبو جاسم. تفضل أبو جاسم. السلام عليكم. السلام والرحمة. يا هلا. الله يسلمك يا عيسى. رحب فيك ورحب في الكباط الموجودين وياك. يا هلا مرحبا. يا مرحبا فيك. الله يسلمك خليكم. مبارك لكم طبعا بالعيد الوطني والله يعود علينا إن شاء الله بالأمن والأمان على الوطن. آمين إن شاء الله. الله يسلمك. وإن شاء الله بعد إن شاء الله نحن بس نعظم الأجر بعد الكابتن القدير أحمد دفعت. الله نحن ما ننسى هذا. أكيد أكيد. الله يسلمك. وإن شاء الله الله يوفق المنتخب وإحنا معاه في الحلوة المرة وأي شيء يصير إحنا وياه. أكيد ما في شك ما في شك. يعني خلنا نتكلم عن يعني توقعاتك شلون تتوقع مسيرة المنتخب خلال الفترة القادمة؟ والله عن يعني المجموعة طبعاً المستويات طبعاً كلها متغاربة خصوصاً نعم. يعني مستوى حتى مستوى المنتخب العماني أو المنتخب القطري ترى مستوى ترى جداً قريب لكن دولة الخليج ما تقدر تتوقع فيها أي شيء. صح. ممكن ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا الله كتب لنا ان احنا نعدل المجموعه لكن على مستوى بعيد لا ما اظن ان احنا نروح بعيد يعني يعني اللعب مبين يعني من التصفيات اصلا التصفيات اللي كانت نتمنى وجاسم يعني ظنك يخيب وان شاء الله الله يكتبه ونحقق اللقب. والله التمنيات احنا نتمنى لكن الواقع يقول لا. اكيد انا شكر لك على هالمداخله واكيد اكيد صعب جدا لا وحين في كاس الخليج ولا في اسيا ولا في 2022 يعني هاي شيء صعب ترى يبي له شغل طويل. نعم احنا اكيد يعني لازم احنا نتكاتف ما نكسر مياري في الرابع مثل ما يقولون وان شاء الله خير. مشكور ابو جاسم. مشكور ابو عيسى. يعني ليحن في تشاؤم في الشارع الرياضي وهي شيء طبيعي بالنسبه حق السنوات الماضيه ولكن نرجع ونقول لازم نحط يدنا بيد بعض عشان نقدر نوصل للهدف. يعني الهدف اليوم لازم يكون البطولة. ترى شوف أجواء كأس الخليج ترى ضغط رهيب فيها ترى يعني لدرجة أن أنت ما تقدر كلاعب مثلا تنزل لوبي الفندق إلا تلقوك يمكن 7-8 صحفيين. لذلك أغلب الفرق تمنع لعيبتها من التصاريح حفاظا على خلينا نقول كيان الفريق يعني الحين يمكن الحين صار في منسق إعلامي وهو ينسق العملية. قبل ما كان في منسقين أي لاعب يلقونه بس في الفندق في اللوبي والله في المطعم على طول كاميرات لقاءات هذه تسبب شوي ضغط على اللاعب. نعم. فإحنا يعني ما يصير الجماهير على اللاعبين أو على المدرب يا جماعة يعني هذه تشكيلتنا وهذه التشكيلة النهائية وخلاص المدرب قرر. صح. فإحنا ليش يعني نعيد ونزيد في الموضوع؟ خلاص يعني الموضوع انتهى بالنسبة لنا الحين. أكيد. خلاص باقي كذا يعني كم يوم وتبتدي البطولة وكلنا البحرين. نعم. دور الحملات الوطنية في مساندة الأحمر شفنا هنا حتى يوم مشاركنا في بطولتنا اللي يعني أقيمت في البحرين شفنا حملات وطنية يعني تساند الأحمر. أتوقع اليوم هي الدور إن نرجع هذه الحملات عشان شوي نكسر هاجس الخوف والقلق عند الجمهور. طبعا هي المسؤوليه مسؤوليه مشتركه طالما الامر يتعلق بمنتخب البحرين فاعتقد المسؤوليه مشتركه كلنا حسب موقعه اللي نعم. في البرنامج يوجهون ويسوون برامج اللي ممكن هم مثلا عندهم يقومون بحملات اليوم هم يقومون بدورهم كذلك المؤسسات الوطنيه كذلك الشركات الوطنيه اعتقد المسؤولين كذلك يجب يدعمون المنتخب في هذه الفتره ولو ان احنا عارفين الحقيقه وعارفين ان وضع منتخبنا نعم. يعني طبيعي والحقيقي الا ان هذه ما يخلينا احنا اليوم ان احنا اليوم بس نقعد متشائمين وما نعمل ولا كل واحد يقدم اللي عنده. اكيد. لان لا اليوم احنا راح ندعم المنتخب بكل ظروفه بكل حالاته راح ندعمه وللاخير. نعم.
وايضا راح ندعمه حتى بعد بالتوجيه وبالانتقاد، لان هذه ايضا نوع من الدعم. ما اعتقد اليوم واحد راح يبخل في البحرين. اما بخصوص الناس اللي يعني تطالب باسماعيل ولا تطالب بسيد محمد جعفر عودة الموضوع، ترى من حقهم يعني لا حد يسيء الفهم بانهم يعني ان ما لهم الحق. لا، لك الحق ولك حق المطلق، بالعكس هذه اثراء رياضي اصلا احنا نتمنى ونطالب به، ومن كل انسان له حق يبدي رايه. نعم. ولكن احنا نقول اليوم خلاص، يعني اليوم اللاعب ما تم استدعائه، اليوم اللاعب خلاص هو امن واقر بان هذه خيار مدرب وهو موافق اليوم. نعم. بدل ما نحبط لاعبين الباقية اليوم يجب علينا ندعمهم، لأنهم في أمس الحاجة، خاصة وأنهم مو أصحاب خبرة الموجودين، خاصة أنهم يمكن تكون أول بطولة دورة خليج بالنسبة لهم، كان حلم بالنسبة لهم يوصلون يلعب دورة خليج. عندنا لاعبين كثيرين في البحرين مواهب كبيرة ما لعبت ولا دورة بطولة خليج واحدة، فاليوم هذول محظوظين أن يشاركون في بطولة خليج. صحيح. يكون في تاريخهم. أكيد. فخلونا ندعمهم، خلينا نعتبرهم أنهم أخواننا الصغار وندعمهم ونآزرهم، وربما ترى رحم اي معاناه ترى يخرج لك ابطال كثير. أكيد. من الناس طلعوا من دوره الخليج. نعم. غير معروفين ولكن طلعوا من دوره الخليج، احنا نتمنى لهم يكونون هم احد اللاعبين ذلين، سواء كان في الحراسه او في المهاجمين. نعم ابو عيسى، ممكن يعني في السابق نسمع يقول لك يعني الادارات في المنتخبات تدخل في التشكيله، اليوم الجماهير يقول لك تدخلوا ودخلوا اللاعبين، يعني في تناقض. اليوم نطالب اسماعيل قبل نقول احنا ليش تدخلون انتم كاداره منتخب؟ لا احنا ما نبي نوصل لهالمستوى، يعني تدخلات ما تدخلات، يعني اليوم مطالبات في هاشتاج، يعني شوف إدارة المنتخب رياض ابو عبد الرحمن عارف ابو رزاق يعني لاعب سابق وعارف ذي الاوضاع، ونفس ما قال في تصريح انه هو المدرب هو الامر الناهي هو اللي يختار. بالعكس يعني شوف بقول لك شيء، الجماهير ترى كلهم مدربين. نعم. يعني لو انت حطيت تشكيله غير هذه التشكيله بعد بتطلع لك جماهير ثانيه ليش ما اخذت فلان واخذت فلان واخذت فلان. يا اخي المدرب هو نعيد ونزيد انه هو اللي اختار وهو مسؤول عن اختياراته، والاتحاد لو صار لا سمح الله اي اخفاق هو بيحاسبه، ما بيحاسب الجماهير ولا بيحاسب اللاعبين. فخلونا يا جماعه الخير يعني نعدي ذي الموضوع خلاص، يعني بس انتهى الموضوع، يعني اختار اللاعبين اللي يبغيهم. الحين بعد الظاهر بيصفي بعد لاعب زياده، بعد يمكن يطلع لك اصوات ثانيه ليش شلتوا فلان وليش شلتوا فلان. نعم. فيا جماعه ال22 وال23 اللي بيروحون الكويت ان شاء الله بيمثلوننا خير تمثيل، وخلونا نتفائل شوي. يعني معلش اللي يقول لك تصفيات ما كانت بالمستوى المطلوب، ترى اجواء كاس الخليج غير. صح. لأنك تلعب مع هلك، انت قاعد تلعب. نعم. ما قاعد تلعب مع الاسيويين، لكن فيها ضغوطات كبيره كابتن. يعني هو الضغوطات ترى بقول لك شيء، يعني الضغوطات كبيره جدا، ترى هي دوره اعلام، يمكن ابو حمد يعرف زين مني عايشة. دوره اعلام. صح. يعني انت تشوف كذا برنامج، تشوف كم برنامج، تشوف القنوات كلها حتى اللي ما تنقل. صح. البرامج تقعد وحسن الكل ينقل يعني اي ومشاحنات، وهذه يسبب ضغط حق هذه وهذه. من الحين انت من الحين مباراه الافتتاح السعودي والكويت الحين بدت الحرب الاعلاميه، ايش رايك؟ كل صح. يوم يا هذا التلفزيون يا هذا التلفزيون، تشوف هذا يتكلم وذي يتكلم. اقول لك شوف الحين باقي كم يوم الحين، احنا تاريخ 22 تبتدي البطوله، من 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 كم يوم الحين بدت الزخم الاعلامي. صح. هذا يقول ما في نجوم، هذا يقول احنا بنغلبهم في الافتتاح، ويعني تدري هاي المناوشات هذا احنا تعودنا عليها. اكيد اكيد. خلونا اذكر المشاهدين بنتيجه التصويت النهائيه لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. سالنا الجماهير هذا السؤال اللي يظهر على الشاشه، وهذه هي النتيجه النهائيه اللي طالبوا بتحقيق اللقب بنسبه 56%، في حين اللي قالوا بان هالبطوله المفروض تكون اعداد الاستحقاقات القادمة 44%. منطقي أو غير منطقي أبو حمد؟ منطقي وعيسى. منطقي شيء منطقي يعني. نعم. في تكافؤ في التصويت يعني. نعم. في النهاية أنا أشكر لكم على حضوركم، وأكيد إحنا اليوم نتكلم عن رسالة وصلناها بكل أمانة، اليوم وصلنا صوت الجمهور، وصلنا أيضا صوت المسؤولين في الاتحاد، وفي النهاية كنا نتمنى التوفيق على الأحمر إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. شكرا أبو عيسى. شكرا الله يسلمك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حضوركم وخلف الشاشة طوال 90 دقيقة الماضية. راح نرجع معاكم إن شاء الله هذا البرنامج، ولكن راح نتوقف لفترة كأس الخليج إلى ذلك الحين إن شاء الله،
وإن شاء الله نشوف كأس الخليج في البحرين ونرجع مع الكأس في التسعين إلى اللقاء.